تعالي 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 تعالي، لو انتي مطلقة فالفيديو ده اكيد ليكي، خليكي معايا للنهاية. هلو على احلى بنات موجودين في الدنيا كلها، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى دايما تكونوا كويسين وكونوا بصحة وسعادة وسلام وخير. في الفيديو ده موضوع احنا مش هنتكلم فيه عن ريفيو، احنا هنتكلم عن موضوع او مشكلة اجتماعية موجودة في حياتنا اللي هي للبنات المطلقات. انا مش هتكلم في اي سبب للطلاق، انا بتكلم على وضعك الاجتماعي دلوقتي ان انت بقيتي بنوتة مطلقة. وخلينا برضو متفقين ان هي معنى كلمة مطلقة مش زي ما احنا بنبص لها خالص، ما هو الراجل برضو بيتقال عليه مطلق، يعني الراجل مطلق والست مطلقة. ليه دايما واخدين مطلقة مطلقة مطلقة؟ يعني هو كلقة مثلا احنا بنفتخر بيه؟ لا، هو في المجمل هي علاقة انتهت، واحد وواحدة اتجوزوا والعلاقة بينهم انتهت تماما. وارد ان هي ترجع، بس بيبقى الوارد ده بسيط جدا، لان انا عايزاكي يوم ما يعني توصلي لمرحلة ان انت اتطلقتي، ان انت خلصتي كل طاقتك، خلصتي كل الحلول. كل سنة تقول لي السنة الجاية السنة الجاية، وتيجي السنة الجاية اعلى من اللي قبلها، وحتى بتتقالي اكتر من اللي فاتت. وصلتي الحيضة صد من الاخر، فخلاص قررتي ان انت تتطلقي، فمعنى كده ان انت مش هترجعي له تاني، والافضل بينكم ان انتوا تبعدوا عن بعض، يعني العلاقة انتهت تماما، علاقة انتهت. يبقى انا ليه لما اكون نهيت علاقة موجودة في حياتي افضل عايشة على ذكريات الماضي فيها؟ ليه ما بصش للمستقبل بتاعي؟ ليه افضل عايشة في الماضي ده؟ ليه قوليلي كده ليه. بصي انا مش هدخل معاكي في التفاصيل، هو غلطان انت غلطانة، المهم قدامي دلوقتي ان انتوا اتطلقتوا، فالمهم دلوقتي قدامي اللي انا طالعة اتكلم معاكي فيه ان انت تشوفي حياتك. انا بشوف ان في بنات بتفضل عندها فكرة الانتقام الشنيع البشيع ده، ضيع لي عمري، ده انا كنت بعمله وبعمله 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 وبعمله. ايوه كده، اظهر وبان على حياتك، عايز تخلع سنة سنة. ما هو خلاص، ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكلت. لا 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 لا، ده كلام يتقال برضو؟ في ناس قاعدة جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر. طب وبعدين فكرة الانتقام او فكرة ان انت تفكري في الراجل ويبقى هو محور حياتك، ده فكرة غلط جدا يا بنات. انت اتطلقتي، نهيتي علاقة في حياتك، يبقى لازم ان انا ابص لحياتي الجديدة، ابص لمستقبلي، ابص ان انا اعلي من نفسي. بس مش بتعلي من نفسك عشان تكيديه او تغذيه او تبيني له ان انت خسرتني وان انت خسرت الحياة الوردي، لا، انت بتبصي لنفسك انت. يعني من الخلاصة كده معنى كلامي انسيه، صفحة واتقفلت. امال احنا هناخد حقنا ازاي؟ مفيش حاجه اسمها هتاخدي حقك، انت كنت غلطانه وهو غلطان، انت احسن واحده في الدنيا هو اوحش واحد في الدنيا، المهم ان انت اتطلقتي، انت سبتيه. ليه نفضل قاعدين ندور في مستقبلنا على الشخص ده؟ ليه نحاول ان احنا بنكيده او بنغيظه؟ لا، انت حسيني من نفسك، انت من حقك ان انت تعيشي، من حقك ان انت تقابلي شخص تاني وتبداي لو هو كويس وتكوني مدققه طبعا الاختيار ان انت تتجوزي. هتقولي لي لا انا زي اي ست مصريه، هبدا ان انا اربي ولادي ومش عايزه اي حاجه وانا سن صغير وهعيش لله والوطن. مفيش الكلام ده. ليه الكلام ده؟ ليه انا هفضل اعيش اربي في الولاد ولدين او بنتين او ايا كان 2 او 1 حتى، ابدا ان انا اربي فيهم وانسى نفسي؟ انا فين؟ لان دلوقتي حالات الطلاق مش من عمر مثلا 30 او 35، حالات الطلاق يعني انا بشوف بنات قدامي 23 و25 تبدا تضيع مثلا 5 سنين او 7 سنين من حياتها ان هي في فكره الانتقام، تجري على المحاكم. طيب حلو، انا عارفه ان انا يعني هتبهدلوني في بسبب الفيديو ده. طيب انا هرجع هروح المحاكم. تروحي المحكمه لما انت ما قدرتيش توصلي لقرار او حل معاه، تمام؟ يعني في اشخاص تدخلوا مثلا وما قدرتيش تتوصلي الحل، فانت خلاص انت هتروحي المحكمه عشان تاخدي حقك. بصي فكره المحاكم اصلا الراجل ما بيتضرش فيها في اي حاجه، اللي بيتضر البنت. انت اللي بتروحي المحكمه، هو ممكن ما يدخلش المحكمه طول حياته كامله او طول مثلا المشاكل دي. ولو انت دخلتيه المحكمه قولي لي كده كم مره دخل معاكي المحكمه وشفتيه واتقابلتي فيس تو فيس معاه كده في المحكمه. انت اللي بتروحي، انت اللي المحاميين بياخدوا منك فلوس على كل جنيه جاي لك، انت اللي بتتبهدلي وبيطلع عينيكي وفي الاخر بيتحكم لك بنفقه كام؟ 3000 جنيه مثلا لولدين، 4000 6000 جنيه، اعتبري ان يعني ماكس زي ما انا بقول لك، وده ما بيحصلش اصلا. هو الماكس 500 جنيه لكل عيل وخلاص وانتهينا. يعني انا جريت سنتين عشان 500 جنيه و1000 جنيه؟
طيب ما انت لو مرتاحه ماديا تقدري ان انت تصرفي عليهم وتقدري ان انت تاخدي الفلوس دي منه بشكل ودي بدون ما تعملي كل العمايل دي، هتاخدي حاجتك. اه يديكي حاجتك طبعا كلها كامله، بس انا كواحده يعني انا مش عايزه منه اي حاجه، انا خلاص يعني قرفانه اخد الحاجه دي مثلا اطلعها لله، العروسه غلبانه تتجوز عليها ولو انها هيبقى برضو فيلم مش كويس عليها، لكن ما ينفعش ان انا اخدها تفضل عندي في بيتي الجديد تفكرني بالذكريات المريره اللي انا هعيش عليها. لا، انا بقول لك حاولي ان انت تبني نفسك، حاولي ان انت تشتغلي، حاولي ان انت تنجحي، مش علشان ابدا هو، علشان نفسك انت. انسان كان موجود في حياتك وطلع، نعمل له ديليت ديليت حتى لو في اولاد. هتقولي لي ده ولاده مسؤولين منه، دفع بالخير بالود خير، ما دفعش روحي للمحكمه، ويعني حاولي ان انت ما تلجئيش للمحاكم لان انت اللي بتتبهدلي فيها. طب هتقولي لي لا لا ازاي ده 3000 جنيه مش مناسبين لبنتين او مش مناسبين، ده انا بنتي في الكليات ده انا ون... خلينا برضو متفقين، وانا هسالك سؤال دلوقتي وجاوبي عليه برضو في الكومنت، هل الراجل اللي قاعد مع اولاده في يوميا في البيت هيصرف زي الراجل اللي هو ما بيشوفش ولاده خالص ولا يعرف عنهم حاجه ولا يعرف مصاريفهم حاجه؟ هل ده هيحصل؟ ما اعتقدش ابدا. تمام، فانتي تحاولي بقدر الامكان علشان سلامتك انتي النفسيه، عشان صحتك انتي، علشان ما تتعديش. لان انا فعليا انا بشوف ناس ومواقف ببقى يعني مستغربه جدا، احنا هنضيع حياتنا علشان واحد؟ خلاص ما انتي ضيعتي وكان وحش، اعتبري ان هو كان وحش وكان سيء، وانت خلاص اتطلقتي منه، معناه ان انت نجيتي نفسك منه. فالمفروض ان انا افكر في نفسي بقى، اشوف نفسي، اشوف ولادي. خلاص انا مش هشتغل، مش عارفه اشتغل مثلا من البيت، او مش عارفه اشتغل، او مش معايا فلوس ان انا اعمل مشروع، ابدا انجح بولادي. ما هو ولادك دول مشروع، ان انت تعليهم او ان انت تعلميهم كويس ما هو ده مشروع، ما دي حياتك. صح، افكر ان ازاي ان انا اعلي من ولادي، ازاي ان انا افكر ان انا اخليهم حاجه كويسه لما يكبروا كده، اشوف ان انا ما ضيعتش عمري مثلا في هم وقرف ونكد وكلام في الفاضي. لا، انا ربيت ولادي تربيه كويسه، ما استنتش منه اي حاجه. ملوش لازمه ابدا ان احنا نقعد نناكب في بعض ونتعب في بعض وتطلعي تجري على المحاكم وارفع عليه قضيه مش عارفه ايه وارفع ايه، وده انا هطلع اجيب مناخير الارض. اعرفي وديها مني كلمة، مفيش راجل واحد هيفرق معاه ولا قواضي ولا محاكم ولا محاضر ولا ضربني ولا بهدلني ولا أي حاجة من الحاجات دي. حتى يا ستي لو هو كان وحش وتحسن، خلي فيه أمل بينك وبينه إن هو يرجع. لما تشوف إن أنت ما لجأتيش للكلام ده أكيد هيحترمك. ليه كل المحاكم الأسرة دلوقتي هي اللي شغالة والحاجات التانية ما عادتش شغالة؟ فدي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. حاولي إن أنت دايما، الخلاصة إن أنت تفكري في نفسك فقط لا غير، حياتك انت، عشان خاطرك انت. انت تخينه خسي، انت ما بتشتغليش حاولي تشتغلي، انت مش مهتمه بنفسك اهتمي بنفسك، حاولي تحبي نفسك زي ما هي وتعتبريه صفحه وارميها ورا ظهرك، مفيش راجل يستاهل ابدا. رنا داوود، باي باي.